حزب العمال الكردستاني بنفس الوقت لديه فصائل مسلحة تأخذ مرتبات من الحشد الشعبي. زين هاي المعادلة احنا ننتظر شخص من الحكومة يطلع يفسر لنا يا جماعة انتوا حلفاء، انتوا اصدقاء، انتوا اعداء، منو هذولا؟ هاي اسست شنو استاذ عدي؟ اسست الى ان الحزب بدأ يفتح معابر مباشرة مع الجانب السوري على اعتبار بأنه هناك قوات سوريا الديمقراطية قست في الجانب الآخر، وهي أيضا بنطاع حزب العمال الكردستاني تعمل. وهناك نفط في مناطق الرميلان، ويتم تهريب النفط ويتم تهريب السلاح. ولا تستبعد أستاذ عدي بأنه تجينا ارتدادات كثيرة. احنا نتحدث أولا على مخيم الهول اللي بيه 53 ألف شخص يتحكم به، صح؟ كانوا هم جزء من عوائل تنظيم داعش، وكانوا من عوائل جبهة النصرة، موجودين قرب الحدود العراقية السورية. تخيل أستاذ عدي، وخلي يسمعون المشاهدين، بأنه يحدث ارتباك أمني في هذا المخيم، كيف راح تكون الارتدادات؟ ارتدادات كبيرة باتجاه منطقة الجزيرة ومنطقة نينوى والعراق بشكل عام. مو كان الحل باتفاقيات سنجار؟ دكتور، مو كان الحل باتفاقيات سنجار؟ ما تنحل، ما كانت معتمدة على أسس رصينة. شلون؟ في وقت حكومة الكاظمي احنا يعني كتبنا وناشدنا وتواصلنا مع الأشخاص اللي كانوا يصيغون هذه الاتفاقية، لكن ما كانوا يسمعون. الاتفاقية ما معتمدة على أساس المكونات الموجودة على الأرض، عودة النازحين ما طبقت، فرص العمل ما ودخلت الى سنجار بسبب عدم وجود قوه واراده الدوله في تلك المنطقه. الحزب مسيطر على مفاصل اداريه رئيسيه في تلك المنطقه، وهناك متورطين وهم جزء من الدوله العراقيه يعملون مع الحزب، مستفادين من هذا الوضع. بس خلي اكمل لك على الخطر الاكبر استاذ عدي. تفضل. الخطر الاكبر هو سجن غويران، سجن في الحسكه. هذا السجن مسيطر عليه من قبل الحزب، في أكثر من 1500 مقاتل رسمي كان ضمن جبهة النصرة وداعش، وحدثت اختلالات أمنية في فترات لاحقة وأدى إلى هروب سجناء. كيف ممكن تتخيل المشهد بأنه إذا ما تم الضغط على سبيل المثال على هذا الحزب من قبل تركيا، من قبل التحالف الدولي، أو حتى من قبل الإقليم أو بغداد؟